مع وصول ثاني حامل الطائرات أمريكية إلى سواحل إسرائيل. الموضوع ما عادش شو أو ترهيب لأعداء إسرائيل، ولكن أمريكا بتنفذ مخطط شامل لحرب إقليمية واسعة في الشرق الأوسط. ولن تكون حرب إسرائيل وحدها، ولكن أمريكا كمان هتشارك فيها. في الساعات الأخيرة اشتد القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان. اللي سمع خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن امبارح هيتفاجئ إننا قدام خطاب متطرف للغاية. بايدن بيساوي حماس بتنظيم دال ألف عين شين، وبيقول إنهم هما الاتنين نفس الخطر، وإنه أمريكا مش لازم تسكت على النسخة الفلسطينية من تنظيم الدولة، وإننا قدام حرب دينية بتستهدف ديانة بعينها. في الوقت نفسه خطاب المظلومية الصهيوني شغال وبيتصاعد. الرئيس الإسرائيلي ومن بعده رئيس الوزراء الاتنين قالوا نفس السكريبت. اللي بيحصل المرة دي لم يحدث من أيام المحارق. قبل كده كانوا بيقولوا لم يحدث من 50 سنة، من أيام حرب أكتوبر 1973. الخطاب الأمريكي والإسرائيلي بقى حرب دينية مش سياسية، ولازم الغرب يقوم بحماية ديانة بعينها، وكأنها نسخة جديدة من الحروب الصليبية على المنطقة، ولكن هذه المرة حروب من أجل حماية دين الكيان من وحشية المسلمين. ده خطاب تل أبيب والبيت الأبيض في الساعات الأخيرة. للأسف الأسلوب ده الغرض منه حشد دولي وشعبي وعالمي للتحرك الإسرائيلي الأمريكي المقبل. إسرائيل سوف تجتاح قطاع غزة بريا بأكثر من 400,000 جندي حسب بعض التقارير الغربية، وأمريكا هتوفر الغطاء الجوي والبحري للعملية في المرحلة الأولى قبل ما تشارك في المرحلة الثانية على الأرض. والغرض تصفية المقاومة الفلسطينية والقضية الفلسطينية للأبد. الغرض جعل قطاع غزة قطعة من الجحيم لا تصلح للحياة أو العيش فيها للأبد، ومحاولة فرض أمر واقع علينا بتوطين جزء من الفلسطينيين في سيناء ضمن صفقة القرن الشهيرة اللي رفضتها مصر. وبين السطور هتلاقي لعبة لجر روسيا إلى الحرب الإقليمية اللي عايزين يعملوها حرب عالمية، ويبقى الشرق الأوسط هو كمان نفس مسرح عمليات شرق أوروبا. للأسف يبدو أن ما يحدث هو تجهيز مسرح عمليات الشرق الأوسط لاستضافة الجولة الثانية من الحرب العالمية الثالثة الجارية الآن. بايدن في تصريح ما خدش حقه الإعلامي طالب مصر بفتح ممرات إنسانية من قطاع غزة لسيناء. الطلب اللي مصر رفضته سنين بقى يتقال علني، إنه مصر لازم تفتح المعابر والحدود لسكان رفح علشان تنهي القضية الفلسطينية وتتصفى على إيد جو بايدن. مصر قالت بشكل صريح ورسمي إنها ستتصدى لمخطط توطين الفلسطينيين في سيناء، والرئيس السيسي نفسه كرر الكلام وقال إنه لن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى. وكلمة سنتصدى بتشمل هنا كل أساليب التصدي، من أول السياسة والدبلوماسية والاستخبارات إلى العسكرية إن لزم الأمر. واستنكرت التصريحات الرسمية المصرية عبر القاهرة الإخبارية دعوات الفلسطينيين للنزوح الجماعي إلى مصر، لأنه للأسف البعض قال ما نستوعب 1 مليون ولا 2 مليون فلسطيني زي ما عملنا مع السوريين والسودانيين. وهنا أقول لحضراتكم فارق ضخم بين الموضوعين. السوري أو السوداني لما جه مصر ده مش هيأثر على وجود سوريا أو السودان، لسه هناك في جيش ودولة وشعب. إنما الوجود السكاني في فلسطين ده إثبات إنها لسه فلسطين، وإثبات للحق الفلسطيني. أي دعوة رخيصة لاستقبال الفلسطينيين أو توطينهم في سيناء أو فتح الحدود أو المعابر أو اللجان اللي بتناقش إنه هيبقى مكسب اقتصادي لمصر، أو حتى نتفاوض مع المجتمع الدولي على تصفية القضية الفلسطينية مقابل إسقاط الديون الخارجية بالكامل، دول عملاء الصهاينة مش مجرد إخوان ولا ظهير مدني للإخوان، دول عملاء للموساد الإسرائيلي. وانتظروا، وبقول لكم من الأول انتظروا، الدعوات دي هتشوفوها على الإعلام المعادي وصفحات الإخوان، لأنهم لسان حال الأجهزة المعادية لمصر. مصر حاليا بتقوم بدور عابر للقارات خلف الستار لوقف الحملة الأمريكية على الشرق الأوسط، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الاستفزازات الإسرائيلية لحزب الله، وبالتالي تفويت الفرصة على الاستعمار لصناعة أكبر حرب إقليمية في الشرق الأوسط، ونقل الحرب الأوكرانية إلى شرق المتوسط لتصبح فلسطين ولبنان هم أوكرانيا نمرة 2. في السياق ده الدول الغربية ركنت خلافاتها على جنب، وشفنا بيان خماسي. أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا بتؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وإن الدول الخمسة هتؤدي مهمتها التاريخية في الدفاع عن إسرائيل. يعني الكلام مش على الورق وبيانات دبلوماسية وبس، ولكن للأسف في مهام عسكرية للدفاع عن إسرائيل وقت الحاجة إذا ما لزم الأمر.
أجواء سايكس بيكو تطل من جديد على الشرق الأوسط، وفلسطين هي المفتاح. محاولة جديدة لتغيير خريطة الشرق الأوسط وإقحام مصر في الصراع. وهنا لدي سؤال، وأنا بفكر معاكم بصوت عالي وأترك لحضراتكم الإجابة. الولد اللي اسمه أحمد الطنطاوي مع العواطلي حمدين صباحي كانوا من فترة قصيرة في لبنان، والجماعة هناك استكردوا صباحي وقالوا له أنت اللي هتغني يا منعم، ومعاك كارنيه أمين عام المؤتمر الوطني العربي. هل حزب الله اللي منظم المؤتمر ده اتفق مع الطنطاوي وصباحي على الفوضى اللي الطنطاوي بيحاول يعملها دلوقتي جوه مصر؟ والسؤال الثاني، هل حزب الله رجع تاني للسلوك المشين إياه لما شارك في اقتحام الحدود المصرية يوم جمعة الغضب؟ هل حزب الله الذراع اللبناني لإيران كان قناة اتصال بين إيران وجوز العواطلية دول حمدين والطنطاوي علشان يعملوا اضطرابات جوه مصر وقت عملية طوفان الأقصى بشكل يشغل القيادة المصرية عن التنبه لما يحدث في قطاع غزة؟ أترك لحضراتكم الإجابة في التعليقات ونفكر مع بعض، بس كل اللي أقدر أقوله إننا في معركة صعبة للغاية ما بين الحفاظ على الأمن القومي المصري وفي نفس الوقت عدم السماح للعدو إنه يقوم بتصفية المقاومة الفلسطينية واللبنانية، وإنه مصر تاريخياً عمرها ما تراجعت أو تقاعست عن تقديم الدعم للمقاومة العربية في دول الطوق. وده مصطلح عسكري قديم مش متداول دلوقتي، والمقصود بدول الطوق العربي يعني الدول العربية حول إسرائيل، بنتكلم عن مصر وسوريا ولبنان والأردن على وجه التحديد. لعبت أمم على حدود مصر، ولكن مصر درع فلسطين التاريخي لن تسمح للقضية أن تموت. حفظ الله مصر من كل سوء وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.